أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. بدأت منظمة العمل الإنساني البولندية بالتعاون مع المجلس المحلي في بلدة كيلي بريف إدلب الشمالي مشروعا لإعادة تأهيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في البلدة. المشروع الذي بدأ منذ أسبوع سيستمر 25 يوما ويتضمن استبدال 325 مترا من القساطل المعطلة وإنشاء 25 مطرية لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 11 نقطة تفتيش لصيانة شبكات الصرف وتسليك وتنظيف 250 مترا من تمديدات الصرف الصحي. قدرت عائلات سورية متوسط المبلغ الذي يحتاجونه لإعداد وجبة فطور متوسطة، مشيرين إلى أن كلفة وجبة الفطور اليومية تحتاج إلى 6000 ليرة سورية، في حين قدرت كلفة السحور للعائلة ب 2000 ليرة، وفيما تحتاج العائلة السورية وسطيا إلى 8000 يوميا لتكلفة الفطور والسحور، أي 240 ألف ليرة خلال الشهر. يبقى مستوى دخل الفرد عند 30 ألف ليرة، ويأتي شهر رمضان الحالي في وقت تشهد الأسواق ارتفاعا غير مسبوق للأسعار يرافقه قلة في السيولة المالية. تسعى الجمعيات الإنسانية العاملة في الشمال السوري إلى إنشاء مشاريع إنتاجية لتكون داعمة المشاريع الخيرية التي تخدم المحتاجين وخاصة النازحين في شمال إدلب. مطبخ أهل البلد أحد هذه المشاريع، نتابع. افتتحت جمعية أهل البلد الإنسانية العاملة في الشمال السوري مطعم ومطبخ أهل البلد تزامنا مع بداية شهر رمضان. يعتبر المطبخ الأول من نوعه في الشمال السوري من حيث تنوع الوجبات التي يقدمها من مأكولات شرقية وغربية، ويعتبر المطعم مشروعا خيريا بالمجمل. عندنا الكبسة، المندي، المدفون، هاي الوجبات. بالحقيقة هاي الوجبات راح تروح إن شاء الله برمضان لقسم من الناس المهجرين، النازحين، أولاد شهداء، لذلك عم نحط ثقل بهالموضوع. هذا المشروع الحمد لله رب العالمين، غير أنه راح إن شاء الله نساهم بوجبة طيبة للمهجر أو اليتيم، أو في فرص عمل، يعني توفر قريب 30 فرصة عمل لناس عم تشتغل هون، كمان هنو هذول الناس مهجرين ونازحين. يعمل المطعم وفق آلية عمل منتظمة حيث ينتج 5000 وجبة يومية خلال شهر رمضان، توزع 500 منها على مخيم عوائل الشهداء التابع للجمعية، وتشتري جمعيات إغاثية أخرى باقي الكمية لتوزيعها على النازحين بشكل مجاني أيضا، ويعود ريع المشروع لعوائل الشهداء ودور الأيتام. نحن طبعا كمؤسسات مجتمع مدني لدينا خطة للعمل جديدة، هي الاعتماد على المشاريع الانتاجية لتغطية المشاريع الخيرية ومشاريع تتعلق بأطفال وزوجات الشهداء ومشاريع تتعلق بالتعليم والأمور التربوية. فعندما تفتح مشروع يشغل 30 أيدي عاملة لديهم 30 أسرة قائمين عليها، وعيد هذا المشروع يعود إلى أسر وزوجات الشهداء، فهنا أنت تعمل حقيقة في صلب العمل الإنساني. مطعم أهل البلد هو أحد المشاريع التي تسعى الجمعيات العاملة في المجال الإنساني إلى إنشائها لتكون خطوة في طريق الاعتماد على الذات والاستغناء عن السلة الإغاثية، حيث يؤمن المطبخ حوالي 30 فرصة عمل فضلا عن الريع الذي يؤمنه للنازحين. يعتبر هذا المطعم أحد المشاريع الصغيرة التي تسعى من خلالها الجمعيات الخيرية والإنسانية لتأمين دخل للعوائل النازحة عوضا عن السلة الإغاثية. محمد فيصل، أورينت نيوز، شمال إدلب. أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قراراً بحجز كامل البضاعة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان في حال مخالفة المستوردين أو المنتجين أو التجار. وبحسب القرار رقم 1282 الذي نشر تفاصيله موقع تابع للنظام، فقد تم تحديد القواعد المتبعة للسلع الاستهلاكية المضبوطة بسبب المخالفات التي نص عليها القرار. وتعاني أسواق دمشق مؤخرا من تزايد مخالفات السلع والبضائع المحتكرة لدى بعض التجار، والتي تزيد من معاناة المستهلك خلال شهر رمضان.
وفي أسعار صرف العملات لهذا اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار في المناطق الشمالية إلى 530 ليرة، وبحسب سعر السوق في دمشق بقي سعر صرف الدولار 485 ليرة للشراء و495 ليرة للمبيع، وفي حلب ارتفع السعر إلى 520 ليرة للشراء و530 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب لهذا اليوم، سجلت الأونصة 1247 دولارا، أما في السوق السورية وفق تسعيرة جمعية الصاغة بلغ سعر الجرام من عيار 21 17000 ليرة سورية، والجرام من عيار 18 14571 ليرة. وفي أخبارنا العربية، تشهد أسواق قطاع غزة في فلسطين حركة ناشطة مع بداية شهر رمضان، وسط توقعات رسمية بأن تسجل الحركة الشرائية ارتفاعا بنسبة 90% مقارنة مع الفترات الأخرى من العام. ويرى التجار أن حركة التسوق شبه متوسطة ولم ترقى لمستوى الحركة الفعلية النشيطة، حيث أن أجواء رمضان اقتصرت على شكل الأسواق لا على حركة البيع فيها. ويأمل التجار بأن تكون الحركة أكبر خلال أيام الشهر الفضيل، موضحين أن زكاة المال والمساعدات لها أثر كبير في تحريك الأسواق. وفي مصر، أعلن البنك المركزي طرح 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية طلبات استيراد الأدوية، ويأتي هذا العطاء بعد موافقة المجلس الوزراء المصري في أيار الماضي على رفع الأدوية والتي يصل سعرها إلى 30 جنيها بنسبة 20%. أوكرانيا تطلب من روسيا استئناف إمدادها بالغاز لتسعة أشهر بعد خلاف حول الأسعار. تفاصيل هذا الخبر وأخبار اقتصادية عالمية أخرى في التقرير التالي. أعلنت أوكرانيا طلبها استئناف إمدادها بالغاز من روسيا لمدة تسعة أشهر بعد خلاف حول الأسعار أشعلته التوترات السياسية بين البلدين. وكانت أوكرانيا أوقفت شراء الغاز من روسيا في تشرين الثاني الماضي، ما زاد التوتر بين البلدين والذي نجم عن ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية والتمرد الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية أليكسي ميلر أنه تلقى بياناً من رئيس شركة نفط غاز الأوكرانية للطاقة يطلب فيه استئناف شحنات الغاز الروسية. أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حيث أفاد معهد البترول أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في منطقة كاشينغ الأمريكية انخفضت بنحو 1,300,000 برميل، وتراجعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 553,000 برميل يومياً إلى 7,500,000 برميل. أعلنت شركة رويال ديت شيل العملاقة للطاقة عن احتمال خروجها من حوالي 10 دول بموجب خطة أعلنتها سابقاً لبيع أصول النفط والغاز على مدى عامين. وفي أعقاب استحواذها أخيراً على مجموعة بريتش غاز جروب، يتوقع أن تسعى الشركة كذلك إلى توفيرات أكبر من المعلن عنها سابقاً. ورغم أن مبيعات الشركة لم تتغير عند 30 بليون دولار، إلا أن الشركة خفضت من استثماراتها لعام 2016 لتصل إلى 29 بليون دولار وسط معاناة شركات النفط في العالم من انخفاض أسعار الخام. نهاية نشرتنا الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة، ولأن نعود إلى الزميلة فرح.